ده ضغط عادي بس. ثبت راسك، هات راسك هنا. ده حركة، حركة الآلة نفسها. شفتك، شفتك ماشي. ثبت راسك بقى. ادي نقطة المستين، مرة المستين. بعيد ايدك شوية كده. بدأ يتحرك. شفتك؟ ماشي، كل ما تحس بشفتك عرفني. ماشي؟ في جرأت. هات راسك هنا يا ماما. اي والله يا رب عليك. بدي ايدك. الدرس بيقول لك ما تخلعنيش والله. يعني لك وانا بعد الخلع ده اخو منك بقى 600 جنيه بتوع العصب. ايش بعد الخلع ده والله؟ ايش شفتك؟ في دار ليك بالراحه كده. راسك هنا بعد اذنك. شايف ناس درس رمضان حتى بيعترض بيقول لك ما تخلعنيش والله. هينخع ماسك في العظم لانه سليم، سنك لسه صغير للخلع. انت ماشي مثلا واحد عنده 60 سنه فلسه متبهدله والسنه تتلخلخ. لا تكسر الايد والله. شوف شفتك؟ ايه انا راح انكسر. ايه ده طلعت من ايدي. خلاص اتحرك والله، خلاص اتحرك خلاص. خد نفسك عادي. ماشي، انت مش حاسه بوجع. انت حاسه بحركة الآلة نفسها. دماغي. دماغك؟ بس. نركز في الخلع. نبقى ايدينا شوية. انا حصل لي فاتيك من فين الفلاش؟ بس الفلاش اللي بشوف من وصل. شايف الجريب لحد فين؟ هي مثل البلد. يا رب يطلع على النار.
سحبت الرأس. خلاص يمد ايدي بس خلاص اتحرك اهو شايفه والله بيتحرك. يعني فوق بسيط والله. دي ضغط عادي ماشي. بس حد راسك بقى نزل دانك تحت خلاص طلع. في ماشي ايوه كده. بص مظبوط بقى المرايه زي ما انت شايفه كده. يلا افتح بقى على الاخر. الله يرضى عليك.